طيب، احنا في هنا مجموعة من الدراجز اللي هم عبارة عن انتي بارازايتس. البارازايتس هي عادة مالتي سيلولر اورجانيزمز، ممكن ما تكونش مايكرو، ممكن مش حتى نشوفها بالعين المجردة، وبتضم انواع كتير، يعني في منها انواع كتير اشهرها واحنا بنركز عليها في اللحظة هاي اللي هم الهيلمنتز او الديدان. ففي عندنا هنا الراوند ويرمز، احنا بنسميها بالعربي الديدان الحلقية، واشهرها عندنا الاسكارس لامبريكويدز. في عندنا كمان الهوك ويرمز زي الانكلوستوما ديودينالي والنكتر امريكانوس. في كمان الثريد وورمز، احنا بنسميها الديدان الشعريه، مشهور منها نوع اللي هو الانتروبياس فيرميكولاريس. في كمان الوايب وورمز زي التراكيوس تراكيورا والتراكونيلا سبايراليس. في كمان الفيلاريا، هتيجي بنسميها احنا ديدان المفلطحه بالعربي. في كمان عندنا التيب ويرمز زي التينا ساجيناتا والتينا سوليوم والاتش نانا. وفي كمان الهايداتايد ديزيز اللي برضه كانت تعملها برضه بارازايتس، هاي بتيجي من بعض الحيوانات او يعني او ممكن الانسان ينصاب فيها من بعض الحيوانات زي الكلاب والماشيه. هلا هدول الكائنات يعني شوي التعامل معها صعب، لانه هاي مش خليه واحده، هاي عباره عن مايكرو اورجانيزم كامل مالتي سيلولر، وبعيش وكثير منها احنا بنحكي عليها يعني على يعني موجوده في الجي اي يعني بشكل عام، لكن في الهايدرايت سيست هذا ممكن يكون موجود في اماكن اخرى زي مثلا في الليفر في البرين، وهون بيعمل زي اكياس مملوءه بسائل تحتوي على هذا البارازايتس. في كمان عندنا التيب ويرمز موجود بشكل عام في الجي اي، لكن كمان ممكن تطلع برا الجي اي وتوصل للبرين مثلا زي ما بصير مع التينيا سوليوم. وكمان حتى الفيلاريا كمان ممكن انها تترك الجي اي وتوصل تطلع حتى للبليري تراكت وتوصل تدخل على الليفر وتعمل اذا انفكشن في اماكن ثانيه. هلا في عندنا هنا دواء مشهور كثير اسمه ميبندازول. هذا الدرج له سبيكترم اوف اكتيفيتي نسبيا واسع، فبينفع لعدد من الباراسيتيك انفكشنز. وهون طبعا حسب نوع الانفكشن احنا بنستخدم الدرج من ناحيه الدوز والفريكونسي اوف ادمنستريشن، وبيختلف حتى كمان الريسبونس. فعندنا على سبيل المثال الراوند ويرمز، الهوك ويرمز، الانتروبياس، التراكيوس، هذول نسبه الشفاء منهم تقريبا 100%، ففعال جدا عليهم. بينما التيب ويرم على سبيل المثال فقط فعال بما نسبته 75% من الحالات. والهايدرايت سيست قلنا لانه هذا بيكون شيء يعني سيستميك انفكشن مش بس في الجي اي، وبكون عمل سيست كبيره. والميبندازول رح نشوف كمان شوي انه لما بنعطيه احنا كاورال تابلس او سوليوشن معظم بضله في الجي اي نسبه قليله اللي بصير لها سيستميك ابزوربشن. فلهذا السبب رح اضطر اعطي هلا very high doses من الميبندازول مشان اعمل يعني احصل على effective concentration في البلازما مشان يوصل effective concentration للهايدرايت سيست. وهذا الكلام زي ما قلت بتطلب جرعات كثير كبيره وكمان فتره علاج طويله جدا. كمان الميبندازول ممكن ياثر على الـ على الـ على الاكس لهي الديدان وكمان حتى على اللارفا، يعني مش بس على الادلت فور. خلينا نشوف هلا الميكانيزم اوف اكشن. عادة الميكانيزم اوف اكشن بطيئة جدا، لأنه هون ما في عندنا احنا باراسايدال أو يعني أو تأثير قاتل سريع لهي البارازايت. القصة بتتلخص كالآتي، إنه بصير في بلوك للجلوكوز أبتيك. فالبارازايت هلا بيكون في عندنا مخزون من الجلايكوجين، هذا عبارة عن كائن حي متكامل في أورجنز كمان. فبالتالي هلا في عنده كمان شوية جلايكوجين بيكون مخزنين. هلا بما انه احنا حرمناه من امتصاص الجلوكوز، فالنتيجه انه بصير يستهلك هلا من الجلايكوجين لحد ما يصير انه ديبليشن للجلايكوجين، فيش عنده جلوكوز، بصير عنده هايبوغلايسيميا لهذا الكائن، وهذا طبعا بيؤدي لانه يضعف، وما انه الديدان بتضعف بتترك الانتستين. لان هاي الديدان بتضلها موجوده في الانتستين ما بتطلع مع الستول يعني زي الفضلات، لانه بكل بساطه لها زي هوكس زي كلابات من خلالها بتكون يعني ملتصقه على جدار الانتستين الداخلي. هلا لما بصير لما تضعف سموث مسل بتاعت الهوكس هاي برضه كمان بتضعف فبترخي، فبالتالي هلا بيتم هلا انه بتنفصل الدوده عن الجي اي ميوكوزا، وهلا في مجال انها تطلع مع الفيسز. عشان هيك اذا بتتذكر قلنا
زمان في تشابتر الجي اي انه ممكن اعطي انا اوزموتيك دائره اوزموتيك لاكسيتيف عفوا مشان اسرع خروج هاي الديدان، انه غير انه بعطي مبندازول وبعطي معها كمان شيء اللي يساعد على تنظيف القولون مشان اسرع بخروجها مشان ما ترجع تمسك مره ثانيه. كمان شغله ثانيه انه مبندازول بياثر على المايكرو تيوبولز اللي في خلايا هاي الديدان وبيعملها دي بوليمرايزيشن، وهذا بأثر على الفانكشنز للسموت موسلز الموجوده في داخل هاي الكائنات، وطبعا بيؤدي لشللها وبرضه بيساعد على يعني خروجها من جسم المريض، وكمان بأثر على يعني الريبرودكشن لهاي الخلايا برضه الريبرودكشن بحاجه لانتاج اوفا وبروليفيريتيف اكتيفيتي، فالمبندازول بكان انه يعطل هاي الميكانيزمز. هلا هذا الدرج قلنا لما نعطيه اورالي بضل معظمه في الجي اي، وهذا مطلوب لانه معظم الحالات انا بعالج انفكشن موجوده بالجي اي، لكن فقط ما نسبته يعني 25 او 10 الى 25% بيصير لها سيستميك ابزوربشن، وهي ممكن تعمل وتعطينا سيستميك سايد افكت من جهه، لكن من جهه ثانيه هذا هو الفراكشن اللي بفيد بعلاج الهايدتايد سيست زي ما راح نشوف كمان شوي. هلا المبندازول له شويه ادفرس افكتس انه على الجي اي نفسه بيعمل شويه نوزيا دياريا ابدومينال بين، ممكن يعمل الرجيك رياكشنز جرانيولوسايتوبينيا لوس اوف هير، لكن طبعا يكون ترانزيانت اضافه لليفر توكسيسيتي على شكل يعني الليفيشن في الليفر انزيمز، بس بشكل عام يعني هو بصير له تولر يعني فيري ويل توليريتد باي ذا بيشنت، المرضى عاده بامكانهم انهم يكملوا الكورس اوف ثيرابي رغم هاي السايد افكتس. هلا هذا الدراج موجود يعني على شكل اما كتشوبل تابلت، يعني التابلت بتنحط بالفم وبتنمضى وبتنبلع مشان انه يساعد على اذابتها، او ممكن تنعطى كاورال سسبنشن جاهز. وهون طبعا زي ما قلت قبل شوي انه الدوز للمبندازول والفريكونس اوف ادمنستريشن بتختلف حسب نوع الانفكشن، فعندنا هون مثلا راوند ويرمز فالعلاج بيستمر على مدى 3 ايام ب 100 ملغ توايس ديلي، يعني الكورس العلاج راح يكون عباره عن 6 حبات كل واحده 100 ملغ، حب الصبح حب بالليل على مدى 3 ايام فقط. بينما الانتروبيس مثلا الديدان الشعريه المريض هذا بحاجه ياخذ فقط سنجل تابلت حبه واحده فقط كافيه، طبعا كافيه جدا عشان بيكون دواء كثير فعال ومنيح، لكن عشان التاكد بعد اسبوعين الى 3 اسابيع برد بعطي حبه ثانيه لاحقا. طب ليش بعطي الحبه هاي الثانيه بعد اسبوعين 3 اسابيع؟ هلا خلال الفتره هاي ممكن يكون في عندنا اجز والاجز هاي لسه مش فاقسين، فبالتالي هتاثر الاجز تاعت الانتروبيس بالمبندازول مش كثير كبير، فممكن بعض الاجز ما تموتش، فممكن خلال اسبوعين لثلاث اسابيع بتكون رجعت نضجت مره ثانيه ورجعت صار لها يعني انقسمت صار هاتشنج، وهلا خلال الفتره هاي نمت هاي الديدان، فاحنا هلا بنعطيها الجرعه الثانيه بعد اسبوعين لثلاث اسابيع قبل ما ترجع تنتج بويضات اخرى. فعشان هيك لو ما اعطينا الحبه الثانيه في احتمال، لكن مش شرط احتمال، انه يصير في ريكرنت للانفكشن بسبب اذا البويضات اللي كانت لسه مش فاسه. هلا اما الترايكونيلا سبايرالس مثلا هي علاجها اصعب شوي، بدها 200 ملغ توايس ديلي، يعني بدي اخذ 400 ملغ باليوم، اذا كانت الحبه فيها 100 ملغ بدي اخذ 4 حبات يوميا على مدى 4 ايام. اما اذا كنت بحكي على الهايدتايد سيست فالامور لسه اكثر من هيك، بدي اخذ 200 الى 400 ملغ مرتين يوميا، لكن تمتد فتره العلاج من 3 اسابيع الى 4 اسابيع، لان زي ما قلت لكم انه هي غالبا تكون سيستميك انفكشن موجوده في اماكن يعني بعيده شوي، في الليفر في البرين او في اللانكس، وهون هلا لابد انه نعطي مجال عبال انها انه توصل لادكويت كونسنتريشنز. طبعا هاي الهايدتايد سيست في كثير احيان حتى بيتم استئصالها جراحيا اذا كانت موجوده في اماكن يعني حساسه زي مثلا البرين، ففي البرين احنا ما راح نستنى انه بيندازول ليوصل لهناك لانه غالبا مش راح يوصل بفعاليه منيحه، فوقتها بنعمل سيرجي وبتم ازاله هاي الاكياس جراحيا. هلا في عندنا كمان دواء ثاني اسمه مترونيدازول، هذا الدواء مهم جدا، والسبب انه هو مش فقط انتي باراسيتيك دروك، لا هذا يا جماعه دواء مهم كمان كانتي بكتيريال خصوصا للان ايروبيك انفكشنز، لان ايروبيك بكتيريا انفكشنز، اصلا هذا يعتبر دروك اوف تشويس لاي ان ايروبيك انفكشن ما لم يكن هناك كونترا انديكيشنز.
مشهور تجاري باسم فلاجيل. هلا هذا الدراج فبيعطينا اذا انتي باكتيريال اكتيفيتي، اضافه لها كمان بيعطي انتي بارازيتك اكتيفيتي على شكل مثلا انتي اميبا، انتي اميبك لو اميبيسايدال اكتيفيتي، يعني بيقضي على الاميبا، وكمان انتي تريبانوزوما. هلا طبعا السر في الموضوع انه ليش بياثر على شو القاسم المشترك ما بين هاي البكتيريا اللي هي الانيروبس وهاي البارازايت، يعني كائنات مختلفه كليا. الفكره في الموضوع هنا هو وجود انزيم اسمه نايترو ريدكتيز انزيم، هذا موجود في الكائنات اللي بتعيش في اماكن او بتعمل انيروبيك انفكشنز. هلا فالانيروبيك مايكرو اورجانيزم بتحتوي على النايترو ريدكتيز انزيم، وهذا الانزيم مش موجود بخلايا الهيومنز ومش موجود في خلايا البكتيريا اللي هي الايروبيك بكتيريا. فلهذا السبب هذا الانزيم بيعمل ميتابوليزم للميترونيدازول، ومثل الميترونيدازول في نايترو جروب، فالنايترو جروب في الميترونيدازول لما يصير له ميتابوليزم تتحول الى رياكتيف سبيشيز. هلا هذا الرياكتيف سبيشيز له يعني ريدوكس اكتيفيتي كثير عاليه، ومكان انه يتفاعل مع يعني هو كان في راديكال كانه، فبكان يتفاعل مع الدي ان اي والبروتينز ويدمرها. وهون طبعا اجت البكتيريسايدال اكتيفيتي الفعاله له على الانيروبيك انفكشنز وحتى كمان في الانيروبيك بارازايتس. إذا مرتها إذا الميترونيدازول بحد ذاته نوت سايتوتوكسيك، ما له أي أكتيفيتي لأنه هو عبارة عن برود دراج، لازم يصير البيو أكتيفيشن بالنايترو ريدكتيز اللي زي ما قلت بينتج منه النايترو راديكالز اللي بتهاجم الدي إن إيه والبروتينز الخلايا وبتدمرها. فهذا السبب بضل السايتوكسيك أكتيفيتي تبعته ليميتد لهي لنوع معين من هاي الباثوجنز. هلا بناء على ما سبق اذا ممكن نستخدم مترونيدازول كعلاج الاميبيازيس، الجيردياسيس، الترايكوموناس فاجينايتس، هذا بعد نوع من انواع السكشوال ترانسميتد ديزيزز، في كمان الانيروبيك بكتيريا انفكشنز، ولا سيما كمان طبعا اللي هي سودوممبرينس كولايتس اللي قلنا بيصير لما الواحد بياخذ بكتيريا بتاثر على النورمال فلورا في الجي اي زي الاي كولاي، فبتنتج تنشط السي ديفيسيلي بكتيريا، لكن هاي عباره عن انيروبيك بكتيريا، فالميترونيدازول كانوا انه يعني يعالجها بشكل كثير منيح، بيعتبر هو اصلا قلنا الفيرست لاين لهي الانفكشن. هلا هذا الدراج لما بنعطى اورالي بصير له ابزوربشن بشكل ممتاز من الانتستين، وكمان ديستريبيوشن في الجسم بشكل كثير منيح، بيصير له ليفر او هيباتيك ميتابوليزم، وكمان اكسكريشن في اليورين، والبلازما هاف لايف له نسبيا بحدود 8 ساعات، يعني معقوله جدا، فبتسمح باعطاء الدرج هذا بفريكونسي كمان معقوله. كمان هلا الدرج هذا ممكن يعمل شويه درج درج انتر اكشنز، اول شيء ممكن يعمل دايسلفيرام لايك رياكشن. هذا الحكي مر معنا سابقا لادويه زي مثلا سيفالوسبورين اذا بتتذكروا، قلنا معناها انه اذا المريض اللي باخذ مترونيدازول اذا بيتعاطى الكحول فبصير عنده مجموعه من السايد افكتس المزعجه على شكل ابدومينال بين، نوزيا، فوميتنج، فلاشينج، هيدك، تكيكارديا، هايبر فنتيليشن. فبيشبه تاثير دواء اسمه دايسلفيرام اللي احنا بنستخدمه قلنا للمساعده بالاقلاع عن الكحول. فالمريض هذا اللي احنا عندنا هو بيتعاطى الكحول وبنفس الوقت كمان مش معني انه يخلص منها، فبالتالي هون بالنسبة لنا في الحالة هي نعتبرها سايد افكت. هلا إضافة لشغلة ثانية إنه هذا الدرج بيعمل درج درج انتر اكشنز زي مثلا مع الانزيم انديوسر زي الفينوباربيتون والريفامبيسين، فبالتالي ممكن تقلل من الديوريشن اوف اكشن أو تقلل من الأكتيفيتي للميترونيدازول. كمان عندنا السايميتيدين بالعكس هذا عبارة عن انزيم انهبيتر، فبالتالي بيعطل الميتابوليزم للميترونيدازول وبالتالي طبعا بيرفع البلازما كونسنتريشن له. كمان المترونيدازول بيقلل من الاليمينيشن اوف ليثيوم رينالي، اذا بتذكروا الليثيوم حكينا عنه زمان في فارما 1 لعلاج البايبولر ديس اوردر، قلنا هذا عباره عن الكترولايت لكنه عباره عن مود ستابلايزر ممتاز، وما انه الكترولايت بيصير له اليمينيشن بالكيدنيز بيطلع مع اليورين، وقلنا انه الليثيوم له لو ثيرابيتك اندكس، وما انه المترونيدازول بقلل من خروج الليثيوم وبيصير له رينال اليمينيشن، فهذا معناه ممكن بسهوله يعمل له اكيوميليشن بما يسمح له انه يوصل لتوكسيك كونسنتريشنز في البلازما.
هلا في بعض ادفيرس افكتس للميترونيدازول انه ممكن يعمل شويه انوركسيا، نوزيا، ميتاليك تيست، ابدومينال بين، اضافه لانه بيعمل يعني شويه دياريا شكل لوس ستول، ممكن يعمل شويه هيدك، دراي ماوث. فكلها اجمالا سايد افكتس بسيطه ومعظم المرضى بيتحملوها اجمالا، يعني ما في عندي هون ميجر سايد افكت للميترونيدازول، لكن في عندي هون شويه كونترا اندكيشنز. إنه يكون مريض عنده بالأساس neurological disorders، مثلا عنده epilepsy على سبيل المثال، فالميترونيدازول ممكن إنه يزيد الريسك لحدود epileptic attacks. إذا كان في blood dyscrasia، بمعنى إنه في عندنا abnormalities في أعداد ال white أعداد ال blood cells بشكل عام، فإعطاء الميترونيدازول برضه كمان ممكن يفاق من هاي المشكلة. كمان بال first trimester of pregnancy، خلال أول يعني ثلاث أشهر في الحمل contraindicated، لأنه بيكون تيراتوجينيك بدرجة كتير كبيرة، إلا طبعاً إذا كان في عنا سيفير إنفكشن وما عندناش خيارات أخرى بديلة وهاي لايف ثريتنينج، فوقتها طبعاً بتعرفوا إنه نكون مضطرين إنه نقدم مصلحة الأم على مصلحة الجنين. وكذلك في الكرونيك الكوهوليزم، والسبب في الموضوع إنه هدول الناس بيكون عندهم الليبر فانكشن ديكلاين، بتكون كتير ضعيفة، فالميترونيدازول ممكن يفاقم من الليبر ديسفانكشن أكثر وأكثر. هذا كان آخر شيء بخصوص الأنتي إنفكتيف دروكس.